ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. أهلا بيكم ومعانا الفقرة اللي كلنا بنحبها، فقرة بيري صاحبة بيوتي سنتر أمرايا. أهلا بيكي يا بيري، اهلا بيكي يا حبيبتي، نورتينا الله يخليك. ووحشتينا وبقالك كتير غايبة علينا. اديني رجعت. عشان كده انت رجعنا النهاردة بمفاجأة، قولنا والله بقى حاجة هي جديدة. المفاجأة انت تتكلمي عليها بقى النهاردة. والله هو دلوقتي البنات طالعة في موضة حاجة اسمها الغمازات وطبق الحسن، ممكن فكتير نعمل كانوا حلقة دي عايزين وحلقة دي، كتير. ايه؟ ممكن نعمل حلقة النهاردة الحاجة ما هو والحلقة مش دي، هينفع نعمل الاتنين النهارده عشان وقت البرنامج، تمام؟ عشان هي بتعمل لنا كل حاجة على الهوا، بتكون على الطبيعة. فانا هعمل لكم النهارده الغمازه نفسها، اوكي بس عايزه اقول لهم حاجه قبل ما اعملها، ان الغمازه عشان نعملها وتثبت بنعمل بعديها حاجه اسمها بيرسينج، ليها بيتساب حوالي اسبوعين حلو، وبعد كده بتشيله علشان بيضايق بقى تفضل معاها. الحلق وهو لا خالص ما ما بيضايقش، بيضايقش بس حاجة. ما ينفعش واحنا حاطينه نحطه على القد بالظبط، لازم يبقى السن بتاعه اطول شويه علشان يروح ويجي معاه. بص اوكي عموما عامه يعني ما فيش حد بيعمل تجميل بيبقى حلو دلوقتي، كل حاجه بتاخد وقت اكيد. لحد ما تبقى كويسه، يعني حتى التاتوهات والكلام ده كله لازم تاخد وقت. طيب هنتكلم عن الغمازات دلوقتي واحنا بنشتغل مع ندى، وكده هنتكلم بقى على النيورك اللي انت عاملاه. لا نيب كده كرسي بتاعكم بيوقعني. بصوا هي الغمازات دي بتتعمل بجهاز زي الليزر كده. اوكي طبعا في ناس بتعملها بالخيط بتاع عمليات التجميل، بس انا مش دكتوره اوكي عشان بس يا جماعه تبقوا فاهمين الفرق بين الاثنين. دي حاجه احنا بنعملها بجهاز ليزر، مش بنعملها زي دكتور التجميل، لان بتاخد الحاجات بنج دي الاول بتاخد بنج ولا اي حاجه، من غير بنج. ولا حاجه، الموضوع ما بيستاهلش يعني. ندى طبعا انتي في ناس والله بتبقى مش قادره بتستحمل معانا كتير تستحمل، قوي. في ناس بتبقى مش قادره تستحمل فبضطر اديها بنج. طب قولي لنا يا ندى بقى شعورك بعد ما تعملي الحركات زي بقى ايه؟ هي ندى الموديل بتاعي طبعا على طول بخرف فيها زي ما انتم شايفين، يا زي هي القمر. وشها جميل، انا بحبها الصراحه. بص هو جهاز بس كده احنا بنشتغل بيه. افتحي بسم الله بقك بقى، الرحمن الرحيم. انا افتحي بقك مش لورا. هقدر ابص الصراحه على اللي اتفرجوا انتوا وقولوا لي. انتي خايفة ومخوفاهم على فكرة انا بخاف. الموضوع. لا الموضوع مش اي حاجة، الموضوع حاسة بحاجة؟ جميل، انا ما اقدرش اعمله. احنا بندخل من جوه لبره مش من بره لجوه. تمام، عشان بس احنا ممكن نقرب بنحاول على نطري الحتة اللي جوه اوكي. وبنسحبها على بره تمام، عشان تعمل الدخلة نفسها بتاعت الغمادة. شايفه ان دلوقتي كل حاجه ممكن تتعمل، ان اللي ما كل عندوش حاجة غمازات بيعمل، في اللي ما بقك. عندوش طبعا الحسن بيعمل، كل حاجه بقى تتعمل. طبعا احنا دلوقتي عملنا لها الغمازة بس ايه ده انت بجهاز لحقتي الليزر، تعمليها؟ اوكي بجهاز الليزر. ممكن نقرب يا جماعه شويه كتير. عشان اوكي نكمل الموضوع لازم نعمل معاه البرسنج، اوكي تمام؟ طبعا هو البرسنج صعب جدا ان هم يشوفوه، بس هو ما بيوجعش خالص. بص ما الكاميرا بيوجعش يا ندى، ما بيوجعش يا ندى، تعاملي انت عادي. لازم تجمديهم، انت قدوه ليهم على فكره. ما بتوجعش؟ حسيتش ان هي وجعتي؟ بتوجع؟ ما بتوجعش؟ امسكي بقى يا ندى بايديكي عشان ما ما عندناش مساعده بايدك تتكلميش. دلوقتي. طيب ما شاء الله ما خدتش وقت، انا قلت الموضوع بياخد وقت طويل يعني. ما بياخدش وقت ولا حاجه، بس انت لازم تكوني مش خايفه. طبعا الحاجات دي كلها متعقمة. طبعا تمام. بصوا هو الموضوع ما فيش فيه دم، ما فيش اي حاجه، لو الكاميرا بتاعتك تجيبه. بصوا هي دخلت ازاي لجوه من قبل ما احط ال عادي، ده مكان بقى ده الغمازة مكان مش كده؟ البيرسينج اللي احنا هنحطه. وبنشيل بعد كده بقى الحلقة وبنلاقي المكان موجود، خلاص ممكن بيبقى موجود. ناحية وممكن اتنين. براحتها بقى بجد؟ طب ندى بتشجعك يا جماعة ان انتوا تعملوها، بتقول ما حسيتش بأي حاجة، ده انا خايفة وانا قاعدة. انتي بتعملي دلوقتي الحلقة من بره ولا من جوه؟ انا بعمل لها دلوقتي الحلقه. من جوه. كلمي بقى في اي حاجه قبل ما اخلصه. طيب انتي غيرتي العنوان،
انا بس بشدها على جوه شويه. اه انا غيرت العنوان بتاعي، عايزينك تقولي عنوان جديد بتاع المكان. هو قريب قوي من مستشفى المقطم. جنب عز المنوفي. اه احنا يا جماعه بس بنحاول نشد الغمزه على جوه شويه، بشوفها بس مساحتها قد ايه. طيب احنا هنحاول عشان كنت عايزة أوجه شكر لسماح مجاهد، لو رقم تليفونها موجود ممكن ينزل تعالي كده على عشان عايزة الفيسبوك. أعرف بشكر حضرتك. سماح مجاهد الميك اب ارتست، ورقم تليفونها موجود للتواصل. بشكر أحمد السعيد الكوافير، بشكر بيوتي سنتر فاشن، بشكرهم طبعا كلهم. بشكر ندى اللي موجودة معانا، اللي كل مرة بتعمل لنا حاجة جديدة. بري المرة الجاية هتعمل لنا ايه؟ اهي هعمل لكم زي بالظبط طبق الحصن. طب ممكن نركب الحلقة ونقفل على طول نختم اخر حاجة لا هو انا بس نكوي. بحاول ادخلها على جوه شوية. كل ده متهيألي مفيش وجع، هي ما بتتألمش ولا بتتوجع من حاجة ومن غير بنج. اضحكي حلوة اضحكي كده. جدا. حلوة جدا. هي بس انا مختارلها اللون ده علشان هي حابه اللون ده. ممكن تجيبي وشك الناحية دي عشان يبان. اوكي اضحكي بقى كده. حلوة جدا. هي بس احنا لسه ما قفلناهاش من جوه، لسه مقفلناش من جوه، نقفل ما بعد الهوا. هنقفلها. لا اوكي لا عادي، اتكلمي مالكيش دعوه بيا. بشكرك يا ندى، ميرسي ليكي، انتي نورتينا. بشكرك يا بيري، والناس طالبة ان انت تكوني معانا كل اسبوع في فقرة، تعملي لنا كده كل مرة حاجة جديدة، اه ان شاء الله هعمل لكم بيحبوا المره الفقرة الجايه بتاعتك جدا. حاجة تانية. يا رب تكونوا خلاص اتبسطتوا معانا واستمتعتوا النهارده بحلقتنا. احب عايزة اعمل أركب. اهداء قبل ما اقفل الحلقه لياسمين سعد وكريم دياب وليلى كريم دياب، واقول لهم الف مبروك. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير. الى اللقاء.